ده شغل عالي ده، خلي بالكم. الله، اللي ما جربش المجدره الفلسطيني فاتوا كتير قوي. تحياتي لفلسطين. الله. شيف محمد حامد، اهلا بيك معانا على منصات الغد. اهلا بيكم. هتحضر لنا ايه النهارده بقى؟ احلى اكله فلسطينيه المجدره. يلا بينا. يلا بينا نبدأ. بسم الله. اول حاجه عندنا هنا العدس بجبه، نحط عليه ميه ونسلقه. احط عندي حل على النار، نحط فيها ميه سخنه. نسيبه لمده ربع ساعه على نار تكون متوسطه. نجيب بقى 3 4 5 6 بصلات كده حلوين ونقطعهم شرايح رفيعه جدا. لازم تعرفوا ان الميه كلها اللي بتنزل ودي بتطهر العين، بالمناسبه الميه اللي بتطلع من البصل على العين دي بتطهر العين، ودي حاجه كويسه جدا. نحط عندنا شويه زيت، بعد ما البصل احمر وخد اللون الجميل دهوت بشيل نصه بس، بنقوم حاطينه هنا عشان ده هيتحط على الوش بتاع المجدره بقى. وننزل على نص كمية البصل اللي موجودة هنا في الحلة، ووطي النار ونبدأ نشوحه كويس جدا. بعد مرور ربع ساعة بقى على العدس واستوى معايا يا باشا، احنا لسه ما ضفناش ملح ولا ضفنا أي حاجة، أصفيه من المية بتاعت السلق عنده. وعلى الرز اللي فيه بصل، ده شغل عالي ده خلي بالكم. البهارات عندهم مميزة جدا جدا في فلسطين. شوية الكمون الحلوين اهم، شوية بهارات رز، الله الله الله. وبعد كده بقوم واخد عندي شوية ملح، وبعد كده نقلب ونديله المية السخنة ونسيبه يختم على النار براحته، ياخد بالظبط ربع ساعة. الله، على ما المجدرة بقى تستوي تعالى نعمل شوية سلطة كده بقى، ايه اللي هي التحابيش، تتاكل جنبها. يلا بينا. هل المصريين في إقبال على الأكلات الفلسطينية عندك؟ بيطلبوا مثلا منك أحيانا المسخن المقلوبة؟ المسخن لو ما أكلتوش من فلسطين يبقى ما يتاكلش، لأن هم بيعملوا الخبزة هناك، هم اللي بيعملوها. إيه هي الخبزة؟ الخبزة كده بتتعمل على زي خبز التنور كده، بس بيتعمل تنورة بس بتتعمل على فرن معينة عندهم. زيت الزيتون عندهم مميز جدا، كل حاجة مميزة عندهم، مطبخ عريق ومطبخ أصيل. نديها واحدة براك بقى، نديها شيء براك مهم. نعمل كده وكده وكده. ناخد الكلام الجميل ده كله ونحطه على بعضه. وناخد البصل ده الجميل دهوت وعلى السلطه. معلقة خل صغيرة. شوية كمون الأساس. وشوية ملح. تيجي نبص على المجدرة نشوف ورا ايه. اوبا، ايه الالوان دي؟ تعالى بقى نديها التقليبة. الله 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 على الروايح والفلفلة. اوبا، بص الكلام عامل ازاي. نعمل تيست كده وندوق ونشوف ايه الاخبار. بسم الله. في حتة تانية. ندي تقليبة كده للحلة ونهزها الزيتين ونقوم ماسكينها كده ونديها قلبه. اوه 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 اوه، ناقص اهم حاجه بقى في الدنيا، البصل المخرفش ده. وسامعين؟ الله، عليه من فوق. ما تيجي ندوق بقى شويه سلطه خضرا كده. الله، نقوم حاطينهم هنا، واخدين شويه بصل، شوية مجدرة كده، وندوق كده ونشوف ايه الأخبار. بسم الله. الله يا جماعة، في حتة تانية. تحياتي لفلسطين. الله. الثقافة الفلسطينية باقية وموجودة رغم محاولات طمسها، والمطبخ جزء أصيل منها. وعلى مر السنين صنع المطبخ الفلسطيني شخصيته القوية والعابرة للحدود. حبايبنا واخواتنا وابهاتنا وكل حاجه حلوه في حياتنا هي في غزه، واحنا بنحبوك جدا، ولازم هم متاكدين من كده ان احنا قلوبنا معاهم
وربنا ان شاء الله يعدي ازمتهم على خير باذن الله ويرحم شهدائهم جميعا.